أنا شربت حب آل البيت مع لبن أمي الذي شربته، لأن الأب والأم من أحباب آل البيت إلى أبعد ما يتصور أي إنسان. فربانا الوالد على حب آل البيت، ما فيش في الوجود إلا النبي وآل بيته، هذا هو ما ربانا عليه الوالد. فعند سيدنا الشيخ عبد الحليم الذي يجود لي القراءات السبعة دارت مناقشة وأنا طفل بيني وبين سيدنا. سيدنا كان ضريرا أو كان بصيرا كما سمى النبي الأعمى بصير، كان ضريرا وكان متفقه وفاهم وكان شاعر. أقول لكم على اللي سمعته من سيدنا. في يوم كنت جالس قدامه وبعدين قال لي يا ولدي مولانا الحسن، شوفوا دي الرواية دي بقالها تقريبا 45 سنة أنا سمعها من سيدنا، قال لي يا ولدي مولانا الحسن ذهب يزور معاوية وهو مريض. قال لي فمعاوية لعنة الله عليه طلع يتبختر قدام الإمام الحسن ويقول له إيه؟ وتجلدي للشامتين أريهم أني إلى نكبات الدهر لا أتضعضع. فرد عليه مولانا أبو محمد صلوات الله عليه قال له وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. سيدنا ما كانش بالنسبة لآل البيت موضوع الزيارة والتوسل. فأنا في يوم بقول له يا سيدنا أنت بتنكر التوسل، طيب أمال الروح فين من القرآن؟ احنا عندنا آيتين في القرآن، آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وآية في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فرد علي قال لي الوسيلة هي العمل الصالح، مش السيدة زينب يا حسن بهذا اللفظ. اعمل ايه انا بقى؟ في مسجد قريب من المكتب بتاع سيدنا كنت اروح اصلي ركعتين وادعو لسيدنا وانا ساجد، اقول يا رب اشرح صدره لحب آل البيت، عشان صعبان علي ان سيدنا يضيع فطيس كده بالحالة اللي هو فيها دي. كنت كلما صليت ادعو له وانا ساجد وقد استجاب الله مني. فوانا في الجيش قدمت إلى البلدة فذهبت لزيارة سيدنا، فقبلت يده فشد على يدي وقال يا حسن تبين أنني كنت على باطل في عقيدتي لآل البيت، وتبين أنهم هم الوسيلة. لو تعرفوا قد إيه كان فرحي يومها. وسيدنا يبشرني أن الله شرح صدره لحب آل البيت، وكان كلما جلس في مجلس لا يمكن مجلس يعدي إلا لما يذكر آل البيت ويتوسل بهم صلوات الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر صلوات الله عليه وآبائه الطيبين الطاهرين. السلام على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وآبائه الطيبين الطاهرين. السلام على سيدتي ومولاتي السيدة المعصومة فاطمة بنت موسى صلوات الله عليها وعلى آبائها الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المباركين، ولعنة الله ربي على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. برئنا إلى الله وإليهم من كل من عاداهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. توسل اليوم: اللهم إني أسألك بحق يوم الثلاثاء وبحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق الزهراء سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين سيد الشهداء وبحق زين العابدين قبلة الدعاء وبحق باقر علوم الأنبياء وبحق صادق أهل الأرض والسماء وبحق الكاظم سيد الحلماء وبحق الرضا سيد الحكماء وبحق الجواد سيد الأسخياء وبحق الهادي سيد الأدلاء وبحق العسكري سيد النجباء وبحق الحجة المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي بشرت به الأنبياء. صل عليهم يا ربي وسلم تسليما كثيرا. القرآن والعترة الطاهرة، أهل البيت في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغ رسوله النبي الكريم، وبين وليه العالم العليم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب العالمين. إن ضمير التعظيم افتتحت به في القرآن أربع سور، أربع سور بدأت بإنا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، إذن المعطي هو الله والمعطى هو رسول الله. العجيب هنا، دي قواعد تنتبه إليها عشان نسير عليها في كل الدروس إن شاء الله، فاحفظوا هذه القواعد وانتبهوا إليها. قلنا أول قاعدة أن كل الخصوصيات التي خص الله بها سيد المرسلين محمد، اللهم صل وسلم وبارك، تنسحب بالتبعية كلها على أمير المؤمنين علي ما عدا مقام النبوة والرسالة. كل الخصائص تحفظوها هديا عشان تفضل ماشية معانا طوال بحثنا في القرآن وآل البيت. فكل خصوصية، كل كرامة، كل معجزة، كل فضيلة خص الله بها حضرة النبي محمد. تنطبق على أمير المؤمنين تماما. وطبعا أنا مستعد لمناقشة أي عالم
في أنحاء الدنيا عما أقول. أنا منذ زمن بعيد اقترحت عليهم في مصر، قلت أريد جميع كاميرات القنوات الفضائية تنقل مناظرتي مع علماء الأزهر، أناظرهم في مكان أمير المؤمنين ومقامه، على شرط إن اتفقنا في المناظرة خلاص انتهت القضية، وإن لم نتفق أمامهم أمرين، أمامهم أمرين. الأمر الأول أن نصعد جبل في مصر يسمى جبل المقطع، قلت نصعد جميعا ونبتهل إلى الله، من على الحق ينزل ومن على الباطل يخسف به، هذا أمر. الأمر الثاني قلت اذهبوا بي عند قبر أبي بكر وعمر، هاتوا رشاش وضعوه على رأسي وافتحوا القبر، إن لم تجدوا علامات أهل النار في قبورهم اقتلوني. طبعا ما وافقوش لأنهم خافوا، ما هو أصل العملية حتنهد كل الهلومة اللي هم عاملينها، فلم يوافقوا لا على المباهلة ولا على طيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا بعلنها من هنا، غرفة الغدير بتنقل والدنيا كلها تسمع، ومن يسمع على أي مستوى في أي مكان يجدني أنا مستعد للمناقشة وللمباهلة، مستعد. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، المعطي هو الله لكل الخلق، لا عطاء إلا من عنده، وإن كان العطاء على أيدي بعض الخلق ماشي ماشي، هو يسوق الأرزاق على أيدي الخلق بعضهم لبعض، لكن الفضل الأول راجع إليه وحده سبحانه. يعني أنت تشتغل موظف وتأخذ مرتب، تتاجر في تجارتك وتكتسب، هذه أسباب، هذه أسباب، لكن المعطي الحقيقي هو الله، هذا شيء معروف ولازم أنت تضعه بين عينيك كل يوم، كل يوم في أي عمل من أعمال، لاحظ من المتفضل عليك، إنه الله وحده لا شريك له، حتى في العبادة، في العبادة، يعني أنت قمت إلى الصلاة، توضأت وصليت وذكرت وختمت بتسبيح الزهراء صلوات الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها، أنت بعد كده لا تفتخر بعملك، لا تفتخر بعملك، إنما وجب عليك أن تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإلا بالله عليك لو مسكناها من الأول، الماء الذي توضأت به، من الذي خلق الماء؟ الله سبحانه وحده لا شريك له. من الذي علمك الوضوء؟ حضرة النبي محمد، هو لولا النبي احنا كنا نعرف نتوضأ؟ طب من الذي نصب الكعبة المشرفة قبلة للناس؟ طب من الذي علمك الصلاة من اصله؟ اذا انت مالكش حاجة، ده انت تشرفت، تشرفت ان وقفت هذا المقام المشرف، فانسب الفضل لربك، انسب الفضل اليه. المعطي هو الله، بس كل الانبياء والمرسلون لهم مقام، وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله له مقام، لا اله الا الله، عشان تعرف ان بالتبعية امير المؤمنين خلف سيد المرسلين على طول، كان يمشي خلفه ويقتفي الاثر اقتفاء الفصيل لامه، هو يقول صلوات الله عليه، كل الانبياء تطلب فتلبى طلباتهم، تسأل العطاء فيأتيهم العطاء، الا نبينا محمد
الله أكبر. كانت تأتي له المطالب من غير طلب. الله أكبر. المطالب تأتيه من غير طلب. تعال احنا مش لح نخرج عن القرآن ولا عن العترة. كل الأنبياء طلبت المغفرة. كل الأنبياء من أول آدم. آدم بالنص ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر الله أكبر. موسى كل الأنبياء طلبت المغفرة. تعال بقى لحضرة النبي محمد. شوف بقى العطاء جايله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. طيب سيدنا موسى وقف وقال رب اشرح لي صدري. بيطلبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طب وحضرة النبي محمد. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى كل الأنبياء طلبوا الرضا طلبوا رضا الله. سيدنا موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى. طيب وحضرة النبي محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إذن لازم ننتبه لازم ننتبه لمقام النبي. عشان كده أنا بقول أسيادنا علماء آل البيت يشمروا ويعلنوا الحجة وينصحوا أهل السنة عشان يبلغوا النبي الذي جاء في القرآن ذكره والذي نضع بين أعيننا صورته ونعظمه. مش هو النبي اللي بتقول عنه عائشة وعمر؟ مش هو ده النبي بتاعهم؟ مش هو ده يا أخوان؟ في فرق شاسع فرق شاسع. في مناقشة حادة عشان بقول لكم أنوار أمير المؤمنين وسره. هذه المناقشة كانت سنة 65 ميلادية 1965 ميلادية في ساحة من ساحات التصوف تعرف بالساحة الهاشمية في بلدة تبعد عن مدينة الزقازيق حوالي 2 كيلو اسمها بني عامر. وكان أستاذنا في البلاغة سيدنا الشيخ محمود أبو هاشم رحمة الله عليه كان محبا لحضرة النبي وعامل ديوان اسمه الهاشميات زي ديوان أحمد شوقي ما اسمه الشوقيات على النظم نفسه الهاشميات. وفي ساحته كان يعمل احتفالا لأبيه. أبوه من سلالة مولانا الإمام الحسين شريف لمدة أسبوع. وكان ينتقي من الطلبة ما يختارهم ويرضى عنه. من فضل الله أنه اختارني لحضور هذا الاحتفال وذهبت. وكان يوم للعلماء ويوم للشعراء ويوم للصوفية يعني برنامج منظم بدقة. وأنا حضرت كل هذه الأيام. في ضحى يوم حضر أستاذ
كان يدرس في فرنسا اسمه الدكتور العواضي في الفقه المقارن، أخذ الدكتوراه من جامعة السربون وجاء لزيارة الشيخ في أيام الاحتفال بمولد أبيه. الشيخ محمود هاشم رحمة الله تعالى عليه كان يحبني كثيرا، فلما حضر الدكتور فقال يا حسن الدكتور جاي لك جديد من فرنسا، شوف عاوز تسأله في ايه. فكان في موضوع كنا بنتناقش فيه، موضوع الفضلات الطاهرة للنبي وآل البيت. هو احنا الوقت عندنا الخلق قسم أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا وهم آل البيت، وقسم غرقانين كل واحد على جده في النجاسة، كل واحد على قدره، لكن كلنا لا نخلو من نجاسة، كلنا فيش إلا السادة هم دول بالنص أذهب الله عنهم الرجس. خد بالك من العظم، إنما يريد الله ليذهب عنكم، يعني لم يصل إليهم رجس. ما هو لازم تاخد بالك من دقة القرآن، ما هو لم يقل إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم، يبقى الرجس كان وصلهم، لكن لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طب ما هو كده خلاص أصبحوا أطهار، قال لا في طهارة تانية، ويطهركم. طب ما خلاص قال تطهيرا، الله أكبر، إيه العظمة دي، إيه ده. شوف شوف اللي شوف الأسلوب القرآني، لازم تنتبه وتتدبر وأنت تقرأ القرآن أو تسمعه. يبقى إذن عشان كده بنقول اهو الأنبياء لأممهم عطية ونبينا لنا هدية، فالعطية للمحتاجين والهدية للمحبوبين. الأنبياء خلقوا من عين الرحمة ونبينا عين الرحمة، وده بالنص يا محمد. الله يقول، الله يقول ألا يكفيك أني خلقت جميع الخلق من نورك وخلقتك من نوري، ألا يكفيك أن جميع الخلق يطلبون رضاي وأنا أطلب رضاك، كيف أطلب؟ كيف يا ربي وأنا عبدك؟ قال أما سمعت قولي ولسوف يعطيك ربك فترضى. ده مش دي وبس، ده مش دي وبس، دي في صوت الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهناك في سورة طه ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله أكبر، ربنا عاوز رضا الحبيب بأي وسيلة وبأي سبيل. ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ده وهناك عند اختيار الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ايه ترضاها. الله، يعني ربنا عاوز رضا حبيب. شوف الخلق كلها تريد رضا الله، والله بجلاله يريد ارضاء حبيبه محمد. اللهم صلي وسلم وبارك. يبقى انت ان شاء الله تفتح القلب، افتح قلبك كده ودخل امير المؤمنين ورا اخوه على طول في كل المقامات، في كل المقامات امير المؤمنين مع اخيه في كل المقامات باستثناء مقام النبوة والرسالة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبقى إنا أعطيناك الكوثر. ما هو عشان العاصي الملعون أبو عمرو والحكم الملعون أبو مروان ملاعين كله قاعدوا يشيعوا في مكة في المدينة يقولوا محمد أبتر، محمد خلاص، محمد مقطوع النسل، مقطوع الذكر. فرد الله عليه، وزي ما بقولكم أي نبي كان توجه إليه تهمة، أي نبي، اقرأ القرآن واسمع، صالح وهود إنا لنراك في سفاه، قل يا قوم
ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. إنا لنراك في ضلال. يا قوم ليس بي ضلال. هم بيدافعوا عن أنفسهم. إلا النبي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أي حد كان يوجه له أي اتهام أو أي مسبة، الذي يرد ويدافع عنه هو الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. طيب، إنا أعطيناك الكوثر. أنت لست مقطوع، أنت لست أبتر يا حبيبي، أنت لست أبتر. إنا أعطيناك الكوثر، ما شاء الله. طيب إيه هو الكوثر بقى؟ طبعا غالب علماء السنة يقولون الكوثر نهر في الجنة، نهر. ناس قالوا نهر وناس قالوا حوض. طيب، حوض في الجنة أو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب موجود، هل هو ده نهر الكوثر وانتهت القصة؟ طب وما علاقة نهر الجنة في الجنة في الرد على من يقول أنه أبتر في الدنيا؟ عشان كده ابن عباس تلميذ ناجب، تلميذ أمير المؤمنين علي، ابن عباس تلميذ وناجب، مش زي الحسن البصري. حسن البصري تلميذ وخاب، خاب في الآخر وراح في ده، لكن ابن عباس ناجب. بيسألوه عن معنى الكوثر، قال كثير الخير. الكوثر كثير الخير. قالوا له يا ابن عباس، ده احنا سمعين حضرة النبي وهو يقول حوضي في الجنة مسيرة شهر وزواياه كذلك، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وكيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فقال ابن عباس وهل هذا إلا من الخير الكثير؟ وداله خير كثير، منه نهر الكوثر. طيب احنا اتباع اهل البيت، ايه الكوثر عندكم يا سادة؟ قالوا الكوثر الزهراء، الزهراء صلوات الله عليها وعلى ابيها وعلى بعلها وعلى بنيها. اللهم صل على محمد وآله. كوثر المختار، كوثر المختار هي الزهراء. الله أكبر. الزهراء كوثر النبي. نعم. الله، وما هيبقى الموقف ايه اذا كان حضرة النبي لما بعت الرسالة هنا للفرس والملك مزق رسالة النبي، غضب النبي وقال اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي. وما لو دعا على اللي ضرب الزهراء وكسر ضلعها كان هيقول ايه؟ هما لو كان بده يعبر عما عنده من الأحزان على قتل ولده الحسين ماذا كان يقول؟ إيه اللي حصل؟ عشان كده بقول لازم، لازم أهل السنة أنا أناديهم لله في شهر رمضان نداء خالصا لا أريد به إلا النصيحة. اقرأوا أيها المسلمون، اقرأوا، اقرأوا ودققوا وابحثوا، بس اقرأوا بعقولكم، لازم عقلك يكون معاك، اوعى تسيب العقل، اوعى. سأل أمير المؤمنين علي حضرة النبي عن سننه، فقال النبي معرفة الله رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والعلم سلاحي، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصبر ردائي، وهمي لأجل أمتي وجعلت. صلوا على محمد وآل محمد. إذن أيها الإخوة، أيها الإخوة، أهل السنة سواء من العامة المحبين لآل البيت، في عامة كثيرين يحبون أهل البيت، اقرأوا وابحثوا ودققوا، خلي عقلك معك، اوعى تسيبه، عشان هذا هو نور الحق الذي يبين لك
الصدق من الكذب، واستعن بالله، قل أدركني يا أمير المؤمنين، استغث، قل أدركني يا إمام الزمان عشان يدلك على الطريق، لأن هم أهل عزة، أهل البيت أهل عزة، إن لم تنادي وتلح وتطرق الأبواب ما حدش سائل فيك، هم مش عاوزين حد أصلا، هم أغنياء عن الخلق جميعا، لكن أنت اللي قف على الباب واطرق الباب، كرر الطرق لعل الباب يوما يفتح، يمكن ربنا يمن عليك. يعني وانت امسك البخاري واقراه، بس خلي عقلك في راسك، لازم هتقف، لازم هتقف، لازم تتوقف، لا يمكن عقلك يقبل باي حال ان النبي يقعد في مجلس والشياطين موجودة فيه، ولما يجي عمر الشياطين تنصرف، لا يمكن عقلك يقبل هذا، لأن عمر هذا اللي بيقوله الشياطين تنصرف منه في كتاب اللباس من صحيح البخاري. يرجعوا يا أهل السنة، ارجعوا للحديث ده اللي لادي تقرأوه، أهدي لرسول الله حلة حمراء فحملها بيدي وقال هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله، ثم أرسلها إلى عمر بالنص في البخاري. الله أكبر، طب ما تعارية كاملة هي. فجاء عمر في اليوم التالي يحملها ويبكي ويقول يا رسول الله قلت ما قلت ثم أرسلتها إلي، فقال إما أن تلبسها وإما أن تهديها، توجعش راسي، روح يا تلبسها يا تديها لأي حد وخلاص. الله، فأنت اقرأ إزاي يبقى النبي نايم والجواري عمالة تطبل، ويدخل أبو بكر يقول أمزمارة الشيطان في بيت رسول، ده كلام ينفع؟ ده كلام يقبل؟ العقل يقبله؟ رسول الله حبيبه ومصطفاه الذي لا ينطق عن الهوى، الذي جعل الله طاعته طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل رضاه إرضاء له، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله أكبر، أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قام النبي قال له سيبهم يا أبو بكر، النهاردة يوم عيد. قوم يدخل عمر، شوف بس الجواري الدور الجري، تخرج تمشي، يقوم الرسول يقول له إن الشيطان لا يخشاك يا عمر. يا صلاة النبي أحسنت، ما شاء الله، اقرأ اقرأ اقرأوا يا إخواني يا أهل السنة، اقرأوا 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 كتب التاريخ، اقرأوا واقرأوا كتب السيرة، بس عشان تعرفوا إن المسألة فيها خلط وفيها كذب يلزمك أمرين: عقل واعي جدا، وناصح، عقل ناصح، واستعان بالله، واستعان بالله، لأن أعداء الإسلام حاولوا أن يشوهوا مصدر الإيمان، مصدر الإيمان أهل البيت، أهل البيت. يقول لك سيدنا الإمام غضب هو والسيدة الزهراء واتخنقوا مع بعض، اتخنقوا المعصومين بيتخنقوا ازاي يعني ازاي؟ الله، ده أصل ده بيت لا مثيل له تحت قبة السماء، من يوم أن خلق الله الوجود لم تشهد السماوات والأرض بيتا كبيت علي والزهراء، لأني معصوم، زوج معصومة، أبو معصومين، والزهراء أبوها سيد أهل العصمة، أبو أمير المؤمنين أبوه سيد البطحاء. أستاذ فاضل من إخوانكم بيحضر معنا المجلس طلب مني أن أخصص ليلة عن مولانا السيد عبد مناف، هذا أول اسم، السيد عمران، دي من أسماء مولانا أبو طالب، عمران، خدوا بالكم، المكنى بأبي طالب. طبعا هناك لقيامة قايمة عندنا، يقول لك أبو طالب مات كافر، كل هناك في مصر يقولون هذا، ولا لا غرابة، ما إذا كان قالوا أم النبي وأبو النبي وجد النبي. قلت لهم طيب إيه رأيكم 20 دليلا أقيمها على إيمان أبي طالب، وأنا عاوز منكم دليل واحد تقيموه على كفره. فأنا وعدت أخينا إن شاء الله وبإذن الله
حتى ننتهي من سورة الكوثر سأخصص ليلة لمولاي وسيدي سيد البطحاء والد الإمام أمير المؤمنين بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هات عم الأسئلة، هات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سين واحد، هل ثبت عندكم كسر بالدليل كسر ضلع السيدة الزهراء وسقط حملها بسبب هجمة الخليفة الثاني على الباب؟ نعم نعم، كسر ضلعها ثابت وإسقاط جنينها ثابت، المختلف فيه حرق البيت، أهم أوقدوا النار في البيت أم هددوا بالحرق، هو ده اللي فيه توقف، أهم فعلا أوقدوا النار في البيت ولا هددوا بالحرق فقط؟ كل ذلك ثابت بالدليل. نعم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سماحة الأستاذ الشيخ حفظه الله، ما هو حكم التوائم البشرية، مش التوائم برضو ولا ايه، في غير المسلمين والكتابين الذين يولدون في بلدان لم يصل اليها صوت الحق ولم يعرفوه، هم من اهل الجنة ام من اهل النار؟ شوف يا حبيبي، الانسان يولد مكان ما يولد، من اي ابوين يعجبوه، من يوم مولده هو يولد على فطرة التوحيد، أي طفل في العالم ساعة ميلاده لو استنطقته وأنطقه الله وقلت له من ربك؟ يقول لك الله رب. من نبيك؟ يقول لك محمد النبي. من إمامك؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. من إمامك؟ يقول لك علي بن أبي طالب إمامي، هو لسه مولود. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو بقى ينمو في وسط العيلة، العيلة دي يا ترى ايه؟ عباد أصنام يعبدون البشر، يعبدون الشمس، يعبدون البقر، اهو بينشأ يقلد ابوهم، معفو عنه الى بلوغ سن الرشد، عند سن الرشد الاسلام يقفل يقول لهم نضج عقلك، انت الان اصبحت مكلف، ان مات بقى في الفترة دي من يوم مولده الى سن البلوغ، مات دون البلوغ لا شيء عليه، هو من اهل الجنة على طول، لكن بعد البلوغ قف وفكر. كثير حصلت، كثير بنت مسيحية تسأل ابوها بتقول له من الذي رفع القمر في السماء؟ قالها الصليب. قالت له الصليب ده؟ قالها اه. الصليب كان من جبس فشلته زجلته كده فوقع انكسر كم حته. قالت له يا ابتي لا يستطيع ان يرفع نفسه، كيف يرفع القمر؟ ينفع؟ كانت البنت سبب في ان ابوها اهتدى الى الاسلام وامه، العيله كلها اهتدت بالكلمه دي. قالت له ازاي يعني؟ ازاي يعني مش قادر يرفع نفسه ويرفع غيره؟ كيف ذلك؟ فهو معفو عنه اي مولود في اي منطقة من العالم. طيب بعد ما يبلغ سن التكليف المفروض يسمع صوت الاسلام، ما المفروض المسلمين مسؤولون عن تبليغ صوت الحق الى من لا يستطيع ان يسمعه الا بايصالهم اليه، وده اللي انا بقوله لاسيادنا العلماء، بقولهم بلغوا اهل السنة، قولوا لهم على الحق، انصحوهم، وعوهم وحذروهم، فإذا مات دون البلوغ لا شيء عليه، بعد البلوغ هو مكلف بك، لا بد أن يبحث وسيهتدي إلى الحق. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، بيقول إن سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة بيقول إنه سمع له شريطين تسجيلين حول وقعة كربلاء وحول سبي السيدة الطاهرة. نعم، وكان يتحدث عن آل البيت بإخلاص شديد رحمة الله عليه، وأنا بكل أسف لم ألتقي به، إن شاء الله مات على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. نعم،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرى النائم في منامه شخصا صالحا يخبره بأن عمرك سيكون كذا سنة، فهل يكون هذا صحيح أم لا يمكن الإخبار عما في عن الأعمار في المنام؟ لا، ما أنت واخذ بالك، أصل الأعمار دي بيد الله سبحانه وتعالى. ده بيبقى نص التحتاني ده طلعت منه الروح وبيحتضر، ويجي واحد يقول له الله يشفيك، يقول اللهم أمين، وهو نص التحتاني مات. يعني تعلق الإنسان بالحياة وحبه للحياة، يقول لك واحد شايل زكيبة مليانة بر اللي هو الغلة، مش اسمها الغلة برضو عندكم هنا، البر القمح، القمح، شايل زكيبة وتجيل عليه جوزة تعبان عشان عياله بدي يودي العيال وأكل، فرجل عطرت فوجع والزكيبة وجعت، وقف زعلان وقال أين ملك الموت؟ فواحد سمه وقال له نعم، قال أنت ملك الموت؟ قال له آه، قال له عين علي، عين علي. أقول لك فتعلق الإنسان بالحياة ده مسألة. لا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنت بالنسبة لموضوع الرؤية، مسألة العمر ده شيء غيبي، هذا شيء غيبي، والغيب لا يخبر به إلا معصوم. فإذا تأكدت إن اللي بيكلمك ده أحد المعصومين الأربعة عشر يبقى الكلام 100% صادق وما فيش أي كلام. أما إذا كان أي حد بيكلمك في الرؤيا بيقول لك عمرك كذا، ما لا تلتفت لهذا. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا، كما قال رسول الله. حدثونا رحمكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله، حدثونا رحمكم الله عن رد الشمس لأمير المؤمنين. مرتين مرتين رجعت الشمس لأمير المؤمنين، مش مرة واحدة. سل الشمس عنه فهي تعرف قدره، مذ استرجعت حتى غدا فقضى العصر، وسل جنة الفردوس يوم ازدهت، وقد بنى بالتي سادت نساء الورى طرا، صلى الله عليهم أجمعين وسلم. بقول شيخنا العزيز، عندما تناقشنا مع الوهابية في الانترنت حول آية المباهلة، قلنا لهم ألم يأتي الرسول بعلي وفاطمة والحسنين؟ قالوا هذا ليس دليل على أفضلية. أمال إيه الدليل؟ أمال إيه الدليل؟ مش بقول لك الذي انطمس قلبه وعمي بصره لا يرى الحق، لا يرى الحق، كانت معجزات تظهر، معجزة أبو جهل، أبو جهل رأى رأي العين انشقاق القمر لحضرة النبي، رأي العين. انت عارفين النبي عمل ايه؟ صبعه الشريف وكأنه كان سيفا قد القمر نصفين، بس هكذا قمر خرج في السماء والرسول بس اشار هكذا، شفت العظمة هكذا. فصارت فرقة هكذا حتى رأوا جبل أبي قبيس بينهما، كده فرقة وكده فرقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عارف أبو جهل نزل يقول إيه؟ إن محمد لساحر عظيم، لقد سحر القمر، مفيش فايدة. قل لي بقى أي إنسان يحسب على الإنسانية من يقول ذلك؟ بقى آية المباهلة ده أنا بقول سيبوا كل الآيات وسيبوا كل الأحاديث وامسكوا آية المباهلة بس. احنا عندنا قانون، وأنا عاوزكم تحفظوا القانون ده، من يعادي أمير المؤمنين ليس ابن أبيه. احفظوها احفظوها دي، احفظوها خلاص كده، ليس ابن أبيه. طبعا في حاجات الإنسان بيسمعها ويصدقها ويعتقدها، وفي حاجات الإنسان يسمعها ويصدقها ويعتقدها ويشاهدها. المشاهدة دي بقى هي بقى فوق كل حاجة. يعني أنا طول حياتي أسمع الحديث الشريف بتاع مولانا أمير المؤمنين، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، اللهم صل على محمد.
هذا أنا سمعت وقرأت واعتقدت وصدقت قضية منتهية، لكن شاهدت إمتى؟ وأنا في المعتقل، مشاهدة عيانية. شوف بقى ما أشوف الحديث ده عيانا كده خلاص. في واحد عندنا في البلد كانوا هم العيلة دي الوحيدة، العيلة الوهابية في البلد، فكنا نتناقش، فقلت له يا حبيبي أنا مش عاوزك تتكلم برأيك، والمناقشة كلها كانت حول حياة النبي بعد الموت، هل يسمع الأذان، هل يسمع الصلاة عليه، هل يسمع السلام عليه. أنا أقول نعم يسمع، وهو يقول لا مات وانتهى. طب كان من ضمن كلامه يقول لا، طب وقعد تحت الأرض ليه؟ ما يطلع يقعد معانا، خد بالك. طيب فقلت له طيب أنا مش عاوزك تتكلم برأيك، أنا يا حبيبي كل قضية هنناقشها حجبها لك من 4 كتب، وانت اي كلام تقوله مش عاوزه من كتاب، عاوزه من مجلة، يكون حد زيك قاله، بس من اي مجلة اي جريدة تجيبه. فأبى، وقت اجيب له القضايا واشرح له، انا كله عاوز يهتدي، لانه كان العيلة دي وهابية وكان لهم جامع وطول الليل والنهار اللي بزوروا الحسين والمشركين. هو اكبر مني سنا حاجة بسيطة، وهو كان على درجة من الذكاء، كان يحفظ القرآن وكان يدرس في الأزهر وفي المدارس العامة، يعني كان بياخد شهادتين كل سنة، يعني ذكي ذكاء. فلما وصلت معه إلى درجة خلاص ما قلت له طب بسأل أمك شوف أنت ابن مين، ما خلاص بقى ما أصلنا بقى. شوف سنوات سنوات وسنوات، واجيب له أساتذة واجيب له وكتب، طول النهار بقيت سهران اعلم على دي واحط ورقة في الكتاب دي وابعتهم له. قلت له بسأل امك بس شوف الموضوع ده. لا انا مش مضحككم، انا بحكي لكم واقع حصل. انا جاي من المسجد في يوم لقيت قدام البيت عندنا دوكة وناس ملمومة، وابويا رحمه الله كان لسه موجود، اول ما شافني انقض علي وبده يضربني بالكف على وجهي. ايه لا انا مش عارف حاجه، ايه اللي حصل؟ اتبي الواد راح قال لامه، وامه جت البيت عندنا اتصرخ لامي وتبكي وتقول افرض ان انا غلطت وانا معصومه، ما هو كل الناس بتغلط، ابن كيف يفضحني ليه؟ وابويا اللهم صل على محمد وآل محمد، الله اكبر. فهل انت يا حبيبي اللي بقول ان ايه المباهله مش دليل افضليه، قل له يسال يشوف ابوه مين. يلا اللهم صل على محمد وال محمد. طيب بيقول باسمه تعالى حضره الشيخ هل ان عصمه ال البيت كعصمه النبي؟ تماما، عصمه اهل البيت كعصمه النبي تماما، وكلنا محمد، مش لسه بقول لك اهو وكلنا محمد. نعم اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجو من جنابكم أن تخصص محاضرة كاملة عن مواقف وفتوة الإمام علي. محاضرة؟ أنا أتكلم عن أمير المؤمنين في محاضرة؟ الدنيا كلها تتكلم عن أمير المؤمنين وما وصلوا إلى عشر معشار قدره وفضله، صلى الله على مولاي أمير المؤمنين. طيب وعليكم السلام ورحمة الله. تكلموا جزاكم الله عن حديث الصقلي، طب ما هو موضوعنا وعنوان محاضرتنا، ما هم كتاب الله وعترتي اهل بيت، ما احنا بنقول اهل البيت في القرآن، ما هم اساس الكمال. يقول روى الحافظ ابن حجر العسقلاني حديثا بان عليا عليه السلام ارسل الى ابي بكر، فجاء ابي بكر وجاء معه عمر وعد من الأصحاب وصلوا على الزهراء عليها السلام، لا كذاب، واقتدى الإمام علي بأبي بكر في تلك الصلاة وكبر كما أبو بكر 4 في تلك الصلاة، ماذا يقول الشيخ في ذلك؟ أقول إيه، ما هو كفاية اللي قال، كفى ما قيل. ابن حجر ما واحد جه مرة في المسجد بيسألني، كان في درس بعد الجمعة، بيقول لي ووالد وما ولد، ربنا بيقسم بمين؟ قلت له بالإمام علي وأولاده، ووالد وما ولد. قال لي الله، ده ابن حجر بيقول، وأخونا ذكرني بالله، ده ابن حجر بيقول إنه آدم وأولاده
قلت ابن حجر يقول، ابن صخر يقول، يقول على كيف. انا بقول لك اهو، احنا ما عندناش واحد في تاريخ الدنيا خرج من صلبه 11 اماما معصوما الا امير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هو حاولوا كل دي محاولات فاشلة ويائسة، حاولوا، لأن أصل الزهراء تموت وهي غاضبة، غضب الله لغضبها. ما الأمة عايشة في غضب من يوم هي؟ هي الأمة عارفة تتهنى على أي حاجة؟ ما هي؟ هم حاولوا يصلحوا ما أفسدوه فما أمكنهم، هي رفضت، قالت لا، قالت سأشكوكما إلى أبي. فلا، يا ويلهم، يا ويلهم من شكواه. فسيبك من كلام ابن حجر يا أخونا صوفي، طيب سيبك يا حبيبي من كلام ابن حجر. نعم، أحسنت مولاي. هناك سؤال آخر من الأخ صوفي، أي. يقول لقد ورد في مسند أحمد بن حنبل والمستدرك للحاكم هذا الحديث وفي كثير من المسانيد من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحق تعالى وضع يديه بين كتفيه، وأنه أحس ببرد أنامله بين ثدييه فعلم ما في السماوات والأرض. ما المقصود من تلك اليدين وبرد أناملها؟ بس أحس بحركة أنامله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المصيبة، المصيبة اللي روج لها أحمد بن حنبل، وجه من بعد الملعون ابن تيمية خرب الدنيا والدين، درجة عندنا له في مصر هناك شلة تلهم تعقلوا يا أولاد تعقلوا، الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل إزاي؟ بنزل إزاي؟ أسانسير ولا بسلم ولا إيه؟ إزاي النزول؟ وهو السماء تسعوا، تسعوا الله، انا بكلمهم بالبلد عشان يفهموا، قلت السماء تسع الله يا اخوانا، طب هو في انهي سماء؟ قالوا في السابعه. قلت الله، يعني بينزل كل سماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه خليم من الحق، يعني قعدته في السماء السابعه وبينزل للسماء الاولى كل ليله في الثلث الاخير. قلت لهم طب انهي ثلث اخير؟ الثلث الاخير التوقيت ايه؟ جرينتش ولا السعوديه ولا القدس ولا توقيت ايه؟ ما هو الثلث الاخير ماشي على طول، يفضل طالع نازل، ينفع؟ يا ناس تعقلوا، مفيش. فانا لله وانا اليه راجعون. فهم بيحاولوا دلوقتي، احنا دلوقتي عندنا ان حصلت ليله المعراج تجليات لا يحصيها العد ولا الحصر. شوف بيقول ايه الشعر، بخطب حضره النبي محمد اللهم صل عليه وآله، قل بأقدامه في حضرة القدس قد سعى رسول له فوق المناصب منصب، بأعلى السماء أمسى يكلم ربه وجبريل ناء والحبيب مقرب. الله أكبر، الله أكبر. فإن يكو خاطب الأموات عيسى، فإن الجذع حن لذا وأنا، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، وإن ذكروا سليمانا بملك فذا زهد الكنوز وقد عرضنا، ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ليلة من ليالي فتح مكة، أخونا صوفي يسمع دي أحسن له من ابن حنبل واللي جابوه. في ليلة من ليالي فتح مكة أخذ النبي الإمام من يدي وقال تعال نطهر البيت، تعال نطهر البيت. الله، اشمعنى سيدنا الإمام بنفسه اللي يطهر البيت؟ قال آه. ليه؟ قال الله، مش مكان مولده؟ مش مكان الميلاد؟ مش هو ولد في الكعبة؟ وحيد الدنيا ولد داخل الكعبة؟
ولازم يكافئ البيت بأن يطهره من رجس الأوثان. فلما وصل عند الكعبة قال له النبي: احملني يا علي. فجي سيدنا علي يشيل حضرة النبي. سيدنا علي اللي كان بيزلزل الجبال ما قدرش يشيله، لأن الإمامة لا تحمل النبوة، النبوة تحمل الإمام. فالرسول قال: انتظر يا علي. يصعد يا علي وبسط كفيه الشريف، أول حد في تاريخ الدنيا يضع قدمه في كف سيد المرسلين أمير المؤمنين علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خلي بالك، شالوا الرسول وحطوا على كتافه الأول. ده العملية عملية محبة بقى، وحطوا على كتافه. فالإمام بقى أطارف أصابعه على الكتف والقدم على خاتم النبوة، ما خاتم النبوة بحذاء القلب، قدم الإمام الكعب كان على خاتم النبوة. وبعدين رفعوا بقى النبي من على أكتافه ودفعوا دفع، فصعد الكعبة. الكعبة ارتفاعها 17 متر، ارتفاعها المعنوي إلى العرش، ارتفاعها المادي 17 متر. دفعوا كده فصعد، وجع الصنم، طهر الكعبة ونزل. فبيسألوا الإمام، بيقولوا له: لنا عندك سؤالين. أول سؤال: أنت ما قدرتش تشيل النبي؟ ده أنت ما فيش أقوى منك على وجه الأرض. قال: يا ناس أنصفونا، الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا القرآن وصاحبه، به القرآن وصاحبه. قالوا له: طيب الحالة الثانية ان النبي يدفعك دفع كده تصعد الكعبة من هذه الدفع. قال: والله لو أردت ان اصعد السماء من هذه الدفع لصعدت. تعب تطلع السماء الاولى. الله اكبر، الله اكبر. جه احد الفضلاء بقى بيقول ايه، بيقول: قالوا امتدح لامير النحل. ما هو امير المؤمنين اسمه امير النحل، امير النحل. قالوا امتدح لامير النحل. قلت: ما مدحي ومدح الورى الا من بعض معناه، ماذا اقول لمن حطت له قدم في موضع حط الرحمن يمناه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندك أحسنت مولاي، طيب أحسن الله إليك. نعم. هنالك سؤالين من الأخ محسن. نعم. يقول فيهم: سلام عليكم يا أسد مصر، نقرأ في كتب القوم عند ترجمة البعض عبارة: يحمل بعض الحمل على علي عليه السلام. مولانا، فهل للقوم درجات في البغض؟ فأي درجة ميل وبغض لديهم حتى يكون مصداق الحديث الصريح: لا يحبك إلا مؤمن؟ أيوة، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أنت عارف أحمد بن حنبل بيقول لي إيه؟ شوف شوف العلماء ودوا الناس ورا الشمس، ودوهم في خرارة. أحمد بن حنبل يقول: لا بد للمؤمن من شيء ولو قليل من بغض علي عشان ينفع إيمانه. يا خبر أسود، شفتوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إلزامي، إلزامي على المؤمن. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.